الشمس شرقت علينا وضويت الزمان، اسمك مجد وطلع علينا تيخلص لبنان. خلصتنا معدة موصولة الشهادة، بلادنا بويبة مشرعة، 600,000 لاجئ على أرضنا، 40,000 جندي احتلال موجودين على أرضنا. رسمنا الوحيد يلي بعده باقي حضرتنا وتراثنا وتربيتنا، هيدي أمانة بين إيديكم، نحن معكم لتقدروا هالأمانة هيدي توصلوها بكل أمانة وبكل إخلاص وبكل أبعاد تاريخية وحضارية لهالشباب يلي هن مستقبل لبنان. عم نجي لعندكن اليوم لنقلكن انه لبنان بحاجة لإلكن، لبوا النداء. الليالي نار حصفوا لبنان بحاجة لإلكن، ماتوا شباب كتار لأنه في 600,000 لاجئ على أرضنا. حصفوا قتلوا أزايد، ماتوا شباب كتار، دابور محتلة، مجروح وخايف، العيشية محتلة، بيروت الغربية محتلة، جزء من الجبل محتل، البقاع محتل، من عدا زحلة، زحلة بعدها حرة وبتبقى حرة. قالوا رجع لبنان، قلبه واقف بشير، حامي حق الإنسان، شمال بأجزائه الكبيرة محتل، هالمناطق اللبنانية هيدي كلها بدها تحرير. السيادة اللبنانية لازم ترجع على كل هالمناطق اللبنانية، ونحن الوحيدين يلي اليوم استرجينا نقول انه لبنان محتل. نحن الوحيدين يلي بال76 وبال78 وبال79 وبال80 ويلي رح انضمنا، نحن الوحيدين نسترجع نقول انه اجزاء كبيرة من بلادنا محتلة. هالاحتلال ليزول بده دم، هالاحتلال ليزول بده شباب تزيله، وبده شباب رجع السوري على سوريا، والفلسطيني يروح يفتش على وطن تاني يستوطن فيه. تعجب وقال من جاي هالبطل، هادر مثل الشلال، صامت مثل الجبل. الكون تعجب وقال من جاي هالبطل، هادر مثل الشلال، صامت مثل الجبل. شعبك تعلق فيه، شافك حقيقة حلم، شو صلى تيخليك أرضه بشير السلم. شعبك تعلق فيه، شافك المقاومة اللبنانية مفروض الضمة صامدة، لما غبت شو مفروض الضمة قوية، مفروض الضمة موجودة إنه بلدنا لأنه السوري. لكن صوتك الباقي إن السما يحمي بلاد، والجماعة اللبنانيين يلي ماشيين بركاب السوري، يعني السوبرودوي السوري، يعني الدولة اللبنانية، يعني الشعب الثاني اللبناني، يعني قيادة الجيش اللبناني يلي عم تعمل اليوم للسوري يلي السوري ما نجح يقدر يعمله. هالسوبرودوي السوري يلي نحن اليوم عم ننجبر نقاوم، إن كان بحوادثنا معه بجوني، أو حوادثنا معه ببعبدة، أو حوادثنا معه ببيروت، نحن ما عم نقاتل جيش لبنان. نحن ما عم نقتل عسكر لبنان، انما نحن عم نقاوم مجموعات قالتلو للسوري انه انت ما نجحت تعمل يلي بدك بيونيفورم سوري وباسلحه سوريه، انا رح اعمل لك هن بيونيفورم لبناني وباسلحه لبنانيه، ويمكن ما يتجاسروا يقاوموني مثل ما قاوموه. نحن مستعدين نقاوم السوري واي واحد بيتعامل مع السوري مين ما كان. This
هذا هالشيء هيدا بده يؤدي لتفجير هليكوبتر منفجر 10 هليكوبتر. وإذا هالشيء هيدا بيتطلب منا مقاومة جماعة لابسين يونيفورم لبناني إنما عم بيطبقوا مخططات سورية مستعدين نقاومهم مهما كانت جنسية يونيفورم. هالجماعة بدهم يفهموا إنه المدرسة يلي مخرجين منها يلي ما بتؤمن بلبنان ككيان ويلي ما بتؤمن إنه لبنان عنده شخصية مميزة لإله بالعالم العربي، هالمدرسة يلي ما بتؤمن إنه لبنان عنده وجود مميز لإله بهالنقطة هيدي، وهالمدرسة يلي ما آمنت بحياتها إلا بشغلة وحدة، تنازلات ثم تنازلات ثم تنازلات للأقوى عربياً. سنة 58 كان عبد الناصر واليوم حافظ الأسد. هالمدرسة هيدي نحن منرفضها، وهالمدرسة هيدي يمكن تكون الكسر تبعنا على إيدها، مش هيك عم نقومها ورح نقومها. هالاحتلالات بدنا ننتهي منها. يلي مفكر انه بيقدر يعطي شقفة من لبنان لسوريا من قبيل الجولان المحتل غلطان. يلي مفكر انه بيقدر يعطي للفلسطين شقفة من لبنان لقاء فلسطين المحتلة غلطان. الدمور ما رح نعطيها بخشيش للفلسطيني من قبيل فلسطين، والبقاع ما رح نعطيه لسوريا بخشيش من قبيل الجولان. إذا كنا اليوم عم ندربكم وعم نعبئكم مش أبداً لنعمل معكم انتخابات، ولا لبكرة تيجوا تفرضوا على إداراتكم كيف بدها تعمل امتحانات لأنه صرتوا شوي مدربين أو بتلبسوا أخضر. عم ندربكن لشغلة وحدة كتير محددة، ومن أول الطريق بدكن تكونوا فهمنينا لما تغلطوا. عم تتدربوا وعم تتحضروا لتعيدوا سيادة لبنان على 10452 كيلومتر مربع. مهما كانت الصعوبة وقت ما كان الضغط علينا وقت ما كانت التضحيات اللي بدنا نحطها، عنا نظرة للبنان مستعدين نعملها ورح نعملها مهما كلف الأمر ومهما كانت هالتضحيات ليعيش لبنان اللي نحنا بدنا إياه.